كارتال يشعر بالغيرة من عزيزة من البلقان. يواجه بيربروس وكارتال بعضهما البعض في منزل مفوض أوكان. يتساءل كارتال عن سبب وجود عزيزة هناك. تمكنوا بطريقة ما من الفرار. ثروة بيت أوكان يدل على أن الرجل يعمل لدى شخص ما. تخبر عزيزة الجميع أنها ليست محتجزة بالقوة في جبال الألب وتذهب مع كارتال. كارتال يسأل عزيزة مرة أخرى إذا كانت تعرف الملاكمة أو أوكان. كان كوزي هو من دخل غرفة كارتال وشاهد اللقطات. يشاهد ملاحظة عزيزة ويسجلها بالفيديو ويرسلها إلى جده. يعرف بيربروس الآن من هي الفتاة. يقوم كوزي أيضا بحذف الفيديو من الصور. في ذلك الوقت تم القبض عليه من قبل الكوسندر. يحبس جده الصبي في غرفته حتى لا يعرف أن بلقان على قيد الحياة. تونا تحبس يلدز في غرفة بينما تحاول فهم ما حدث. يطلب بيربروس من آسيا أن تذهب إلى جبال الألب وتخبرهم أنه يعرف سرهم الكبير الذي يخفونه عن الجميع. وذلك عندما علمت آسيا أن البلقان على قيد الحياة. بيربروس يتصل بالإسكندر ويطلب منه قضاء الكارتال. يعتقد كارتال أيضا أن عزيزة أخبرت بيربروس بالحقيقة بشأن البلقان وتستجوب الفتاة. يأتي كوزي في اللحظة الأخيرة وينقذها بقوله إنه اكتشف الأمر وأخبرها لجده، لكنه يواجه عزيزة بالقول إنه شاهد المذكرة التي تركتها. عندما استيقظ ألكسندر، قرر أن كارتال سيكون رأس الأسرة. كارتال يعارض هذا، لا يريد لأخيه الذي يدمر الجميع أن يؤذي أحداً، حتى أن كارتال أخبر والده أنه يريد كسر الطاولة. كارتال يخبر الناس في المنزل أن شقيقه على قيد الحياة، وبينما يشعر البعض بالسعادة، يشعر البعض الآخر بالذعر. كوزي لا يريد أن يعيش والده. يلدز خائفة أيضاً. عندما تحاول عزيزة خنق زوجها بوسادة أثناء تواجده معها، تمنعها الممرضة. عند مشاهدة اللقطات، تجري كارتال وتوقف عمتها. البلقان الذي يعود إلى رشده يرى هذا المشهد. تسمع عزيزة من تونا ويلدز الذين يتحدثون في الغرفة أن كوزي هو طفل تونا. ويواجه النساء. يقول إنه يجب عليهم إخبار كارتال بذلك ويقول أيضا إنه سيلتزم الصمت من أجل كوزي. من ناحية أخرى تسمع آسيا ما قاله جول بجانب سرير البلقان وتهدد المرأة. يطلب منها أن تخبره بما حدث في المنزل وأن تنتبه للممرضة. وتبين أن غولي الذي كان مع البلقان قبل دخوله السجن حملت منه، وعندما ذهبت إلى سجن الأحداث تزوجت من أحد الرجال. لدى ألبان حفيد آخر يعمل حاليا في الجيش، ولا يعلم الرجل الذي تزوجته ولا البلقان بذلك. فقط تونا وإسكندر يعرفان هذا السر. وعندما وصل بلقان قال إن سبب إصابته هو عدم قدرتهم على حمايته، يظن أنه أخوه وأبوه. إنه غاضب لأن الرجل الذي يحبه ويثق به أكثر يعرف ذلك. لا يريد التحدث مع أي شخص آخر غير عزيزة التي أنقذته من زوجته. الرجل الذي لا يتذكر أن عزيزة حاولت قتله، لقد جعل الممرضة أقرب أصدقائه. في هذه الأثناء يشعر كارتال بالغيرة سراً من عزيزة. وبينما كان كل هذا يحدث يا بيربروس، إنه يبذل قصارى جهده لضمان حياة ورقته الرابحة يوجيتو. يجري له عملية جراحية وهو في حالة جيدة. تتلقى أختها أخباراً جيدة من صديقتها الممرضة وأوكان. غير بيربروس رأيه، يريد أن يعيش البلقان ويأتي إليه، لأنه أدرك أن الشخص الحقيقي الذي سيسبب له المشاكل هو كارتال. أخيراً عاد ييغل إلى رشده. كارتال يقرر أن عزيزة يجب أن تذهب. وبينما يأخذ الفتاة بعيداً، يستدعي بلقان الشرطة. يأتي أوكان ويقول أن لديه اعتراف. يتحدث مع والده في المنزل ويهدد إسكندر ليخبره من أطلق النار على كبير المفوضين. البلقان يقول أنه عندما يعود سيتولى مسؤولية الأسرة.
ويقول إنه من الآن فصاعداً سيفعل ما يقوله، وسيكون أول إجراء له هو عودة عزيزة إلى المنزل. شقيقان لديهما مواجهة. شقيق عزيزة يجد إنها في يد بيربروس. أثناء فحص الطبيب بالقان، تتحدث كارتال مع عزيزة وتحذرها مما قد يحدث. آسيا تراهم يتحدثون. عزيزة تحصل على إذن من كارتال للذهاب إلى المستشفى. عندما يخبر الطبيب عزيزة أن حالة البلقان ليست جيدة، تصبح المرأة سعيدة. علم بيربروس بيكا الذي احتجز صديقة عزيزة الممرضة طوال الليل وهددها بطفلها أن الصبي الملاكم في المستشفى قد يكون قريبا لعزيزة. بيربروس يطلب من الممرضة دفع المال وإحضار المعلومات. يقرر الطبيب في المستشفى فصل يجت عن الآلة. أبلغ عزيزة لأنها تعرف قريبها. أوكان وبيربروس لقد كانوا يعملون معا لإسقاط عائلة ألبان، وكان يأخذ المال من الرجل. علمنا أنه وافق على إطلاق النار على بلقان، وأن أوكان هو الشخص الذي تسبب في وفاة والد عزيزة منذ سنوات. يطلب بيربروس من أوكان التحقيق مع الملاكم وعزيزة. يسمع كارتال من أحد معارفه ويدعى عدنان عن وجود ملاكم ضربه بالقان حتى الموت في السجن، ويطلب منه التحقيق. يعتقد كارتال أن يجد تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الأقرب للسجن، ويسأل عزيزة. تقول الفتاة إنها جاءت إلى المستشفى منذ فترة. تقول تونا لعدنان: أنا أكرهك، لقد دمرت حياتي. وقبل سنوات، وبينما كان يتواعدان، علمت تونا أن الرجل متزوج وسافر إلى الخارج. لم يتمكن عدنان من العثور على المرأة. عندما يعلم بيربروس مرة أخرى أن حفيده قد أغمي عليه، يغضب. يقرر اصطحابه إلى طبيبه لمعرفة ما حدث. إنه يخشى أن يدرك أنه مصاب بالصرع، والأسوأ من ذلك أنه قد يكون وراثياً ويخضع للفحص الجيني. يذهب إلى الدانوب ويطلب المساعدة. تخطط تونا لتهديد بيربروس بتسجيل صوتي. يريد بيربروس أن يأتي إلى جبال الألب ويلتقي بابنته والممرضة، ثم يسخر من الألبان بقوله أنه لا يمكنك حتى إقامة جنازة. تم القبض على عزيزة بواسطة آسيا أثناء ترك تسجيل صوتي لأوكان على الهاتف. عندما لا تعطيها عزيزة الهاتف، تتشاجر جميع النساء في المنزل. بينما يصرخ الجميع، يأتي ألكسندر ويحاول أخذ الهاتف منه. الفتاة أيضاً تكسر الهاتف. مع تزايد الجدال، يأتي كارتال ويضمن الفتاة. والده يطلب من كارتال قتل عزيزة. شقيق عزيزة يجد